أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل فضيلة الشيخ من المنطقة الجنوبية يقول: نتمنى من فضيلة الشيخ أن يوجه كلمة لإخواننا وأخواتنا حيث تعددت وسائل الاتصالات في زماننا هذا. هؤلاء الناس يقضون ساعات طويلة على الإنترنت فيضيعون الفرائض وربما يستخدمونه بطريقة خاطئة. نرجو منكم التوجيه في ذلك مأجورين. لا شك أن هذه الوسائل التي جدت وسائل الاتصالات وسائل البث ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة أن فيها خيرا وفيها شرا، وشرها أكثر من خيرها لأنها يستغلها الأشرار ودعاة الضلال، فخطرها عظيم. فعلى المسلم أن يحذر منها وأن لا يفني وقته في متابعتها وأن يحذر من شرها وما يبث فيها، لأنها وسائل فتنة وتدمير في الغالب. وإن كان فيها خير ببعضها على المسلم أن يتحرى الخير ويستفيد منه، لكن يتجنب ما فيها من شر وما فيها من برامج خبيثة وبرامج سيئة يتجنبها، ولا يستهلك وقته في متابعتها، لأن عليه واجبات وعليه عليه مسؤوليات، فلا يستهلك وقته في متابعة هذا البث أو هذه القنوات، أولا لما فيها من الشر الذي يؤثر في عقله وقلبه وإيمانه، وثانيا لما فيها من ضياع الوقت عن بقية الواجبات، وأعظم ذلك الصلوات الخمس. فلا يضيع المسلم وقته فيها، لأن عليه واجبات ومسؤوليات أعظمها الصلوات الخمس في مواقيتها. ومن سهر على هذه الوسائل ومتابعتها سيعجز عن صلاة الفجر، فينام عنها أو يؤخرها عن وقتها ويترك صلاة الجماعة، وهذا نقص عظيم في دينه، تضييع للفريضة. فعلى المسلم أن يتعقل في أموره وأن يحفظ وقته فيما يفيده وينفعه دينه ودنياه. نعم.